ادخل. في حاجة؟ أنا عايزة أعرف أنت بتتعاملي معايا بالطريقة دي ليه؟ بتعامل معاكي إزاي؟ بصراحة يعني بحس إن أنت قصدة تقللي مني قدام الناس. تقصدي إيه يا أمل؟ دكتور إيهاب وموضوع الجزم ده حذف نفسيتي قوي. جزمتي اتوسخت وطلبت منك تجيبي لي البوت، إيه المشكلة؟ المفروض أفضل ألبسها وتبوظ أكتر؟ أنا قلت لك تنضفيها، ما أنت بتشتغلي عندنا. أه بشتغل عندكم بس يعني أنتوا زي عيلتي فاهمة؟ وأظن أنت خدتي بالك رحمة ومدام فريدة بيتعاملوا معايا إزاي؟ والله كل واحد ليه طريقته في التعامل مع الشغالين اللي عنده. أيوة بس إيه دول شغالين، إن أنا المفروض أبقى أقرب من أي حد يعني، مش بس عشان اتربيت معاكي بس علشان خاطر أمي اللي أنقذتك من الحريق. ويا ريتها ما أنقذتني، وديني وعايشة متشوهة. لا وكمان عايزاني أشيلها لك جميلة. في حاجة تانية عايزة تقوليها يا أمل؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.